السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقف الإسماعيلي أصبح صعبا صعبا صعبا. عايز أقول لك إن النهاردة النتائج في منها مع النادي الإسماعيلي وفي منها ضد النادي الإسماعيلي. يعني نتيجة المصري بورسعيدي مع طلائع الجيش فهي في صالح النادي الإسماعيلي، وبنشكر المصري بورسعيدي شكر كبير جدا. فوز المصري على بورسعيدي على طلائع الجيش وقف طلائع الجيش عند رصيد 17 بوند، يعني في امل النادي الاسماعيلي يكسب يعدي، بس يكسب. والنتيجه الثانيه مباراه الداخليه مع غزل المحله، والداخليه كسبت غزل المحله، فنتيجه مش في صالح النادي الاسماعيلي، والداخليه وصلت للنقطه 20 دلوقتي، فبعدت كتير جدا عن الاسماعيلي اللي في المركز قبل الاخير برصيد 15 بوند. وحرس الحدود امبارح او اول امبارح تعادلت، فبقى عندها 16 بونت. الموقف بقى صعب صعب في حاجات كتير جدا، مش موضوع الموقف الإسماعيلي في الجدول، لا. الأزمة دلوقتي الإسماعيلي هيلعب بمين الماتش الجاي؟ هيلعب بالفريق الأول ولا هيلعب بالناشئين؟ هل مجلس الإدارة عنده حلول؟ هل في سيطرة إنه يمسك زمام الأمور بشكل جيد؟ هل هيقدر يعيد الترتيبات ويعيد الإسماعيلي الوضع الصحيح؟ هل أخطأ لما مشى أحمد حسام ميدو؟ هل تولي أحمد حسام ميدو ولا حمزة الجمل في التوقيت ده شيء سليم؟ محدش فاهم اللي بيحصل إيه، مش حدش فاهم الدنيا رايحة فين في النادي الإسماعيلي. مجلس الإدارة بيقرر إيه وإيه اللي بيفكر فيه حاليا، وهل التفكير في صالح النادي ولا لأ؟ دربكة كبيرة جدا. طبعا عندنا حوالي 4 لعيبة من الفريق الأول انتظموا في التدريبات وما اعترضوش وما عملوش احتجاجات وما بعدوش عن التمرين، منهم الكابتن صالح جمعة ومنهم محمد هاشم تقريبا، مجموعة من اللاعبين يعني قليلين. ولكن لازم نتفائل. الناس اللي بتقول لي انت متفائل ليه؟ لا انا اقول لك ايه، يعني هو لازم تتفائل، ان شاء الله هتفرق. هي عشان ما تقولش ان هي ماشية بحد، هتفرج وهتعدي، والاسماعيلي موجود في الدوري ان شاء الله باذن الله. ده شيء انا يعني مطمن له قوي، ما عارف ان هي ضاقت، انت بتقول لي مقفله، بس هتفرج من عند ربنا سبحانه وتعالى. زي ما بيكونش معاك فلوس كده وتقول انا شايل هم الاكل والعشاء والكلام ده، وربنا بيفرجها. هتفرج والاسماعيلي ان شاء الله باذن الله هيرجع الاسماعيلي. بس نتعلم من النقط اللي احنا فيها، ونتعلم من الدروس اللي احنا فيها، ومن المواقف اللي احنا فيها. نتعلم من المرحلة دي كويس قوي. ومجلس الإدارة أو اللجنة المؤقتة يعني تعترف إن هي مش قادرة تشيل الشيلة، فخلاص تشيل يعني خلاص. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص ونجيب حد بيتقي الله، مش عاوزين بقى حد أموال، لا خلاص عايزين واحد كده بيتقي ربنا سبحانه وتعالى يمسك الدنيا، عشان في بزوطة بتحصل في النادي الإسماعيلي ما تنفعش. ما تنفعش. والجمهور مستحمل كتير جدا والله. يلا هتفرق، وان شاء الله يوم الاربع الاسماعيلي هيفوز على فاركو، لعب بالناشئين مش بالناشئين، ان شاء الله الفوز جاي. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.